ازيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. دلوقتي هعمل كيكة جاهزة من الكيك الجاهز، بس دي كيتو من غير ما فيهاش اي دي، بتبقى موجودة في الماركت، في رالف، في ستيتر براذر، البرسون، فانس، تريدر جوز، الاماكن ديت موجود فيها الكيكة ديت، ما فيهاش اي جلوتين، ما فيهاش اي دقيق. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. هي محطوط ان مقاديرها ان هي تاخد نص كوباية مية او لبن، انا هحط لبن، وثلاث بيضات، ومعلقة زيت او معلقه كوكونات اويل او معلقه زبده المتوفر موجود عندك. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ده كيس فانيليا، هضيف لها شويه، عامله كوبايه فيها قرفة وزبيب وجوز هند ومكسرات، هحط حبة فيها في الويست. وهزود شوية قرفة بسيطة. هنا الصينية وهحطها فيها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. دي الصينية، المقاس بتاعها اهو، دي مقاسها 22 × 22 عشان يبقى اللي عايز يعرف اهي. بدهنها بالسبراي كوكر كده اهو، هاخد المكونات بتاعت الكيكة كلها احطها في الصينية، وهسخن الفرن على 350. نسيبها كده، نروح نزوقها بالبيكان بالطريقة دي. هندخلها على فرن 350، وبعد ما تستوي لمدة 20 دقيقة هنطلعها ونقطعها ووريكم تبقى عاملة ازاي. بصوا الكيكة طالعة في منتهى الجمال ازاي، تهدى شوية وبعدين نقطعها ووريكم هتبقى عاملة ازاي.